أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، أرحب بكم في هذه الحصة من الحصص المخصصة لمادة الاجتماعيات. هذه الحصة سوف تختلف عن مثيلتها من الحصص، وذلك لأنها مخصصة لأنشطة الدعم وتقوية التعلمات، وذلك في إطار المرحلة الرابعة للتعليم عن بعد التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والمتعلقة أساساً بالمراجعة قصد التحضير للفروض والامتحانات الإشهادية. من أجل ذلك يسعدني أن أقدم لكم هذه الحصة، أو في هذه الحصة، أنشطة للدعم واستثمار التعلمات الخاصة بمكون التربية على المواطنة، مركزا في ذلك على الدروس الثلاثة الأولى ضمن الأسدس الثاني. ويتعلق الأمر هنا بالدرس الأول ضمن الأسدس الثاني، الحقوق المدنية والسياسية، والدرس الثاني الحريات العامة، والدرس الثالث الأحزاب السياسية ودورها في تأطير المواطنين. هذه الأنشطة سوف نستهدف من خلالها تتبع القدرات والكفايات المستهدفة طيلة هذا الموسم الدراسي في ارتباطها بالمواسم الدراسية السابقة، ولعل من أهم هذه القدرات التمكن من أولاً القدرة على ضبط بعض قيم المواطنة والمفاهيم المرتبطة بها. ثانياً القدرة على ضبط المفاهيم والأحداث المرتبطة بالمؤسسات والحقوق الدستورية مع توظيفها لحل وضعية مشكلة مطروحة. ثالثاً القدرة على بلورة قيم المواطنة والقضايا المرتبطة بالمؤسسات والحقوق الدستورية. وأخيرا القدرة على الانتقال من مرحلة اكتساب المعطيات إلى إبداء موقف منها وترجمة الإيجابي منها إلى سلوكات عملية. هذه القدرات تندرج تحت مجموعة من الكفايات متمثلة في الكفاية الاستراتيجية، وهي التمكن من معرفة المتعلمات والمتعلمين لذاتهم والتعبير عنها وتعديل مواقفهم وسلوكاتهم وفق ما هو إيجابي. الكفايات التواصلية، التمكن من إتقان المتعلمات والمتعلمين للغة العربية والتواصل الفعال بها. الكفايات المنهجية، تندرج ضمنها التمكن من منهجية التفكير والتعامل مع الدعامات والوثائق الموظفة ضمن مكون التربية على المواطنة. أما فيما يخص الكفايات الثقافية فتتجلى في تمكنك أنت كمتعلم ومتعلمة من توظيف الرصيد الثقافي وتوسيع دائرة الأحاسيس والتصورات. ثم هناك أخيرا الكفاية التكنولوجية، وهي التمكن من التقنيات اللازمة لاستقبال المعطيات المستمدة من الشبكات الإعلامية والتمييز بين الصواب والخطأ وتحويلها إلى مواقف وسلوكات عملية. حتى نتمكن من معايرة هذه القدرات والكفايات السابقة سوف نعتمد مجموعة من الوضعيات المخصصة لدعم وتقوية التعلمات. ولعل أول وضعية سوف نركز عليها هي الوضعية التالية. تتضمن هذه الوضعية مجموعة من المفاهيم في ضمن مجموعة الأولى، ومجموعة من عناصر تعريفات ضمن المجموعة الثانية. المطلوب منا هنا أن نصل بخط بين مكونات المجموعة الأولى والمجموعة الثانية، المجموعة ألف والمجموعة باء. هناك الحقوق المدنية، هناك الحريات العامة، هناك المسؤولية والحقوق السياسية. بالمقابل نجد هناك تعريفات. التعريف الأول
هي الحقوق التي خولها القانون لكل فرد في ارتباطه مع الآخرين، وبالتالي فهي تتعدى حقوق الفرد لتتصل بحقوق الجماعة. أما فيما يخص التعريف الثاني، التكليف الأخلاقي والقانوني للقيام بالواجب الثالث، ويتضمن الحقوق التي يتمتع بها الفرد ويمارسها طواعية وتوصف بأنها عامة لأنها من حق الجميع دون استثناء. وأخيرا ضمن هذه الوضعية هي حقوق يزاولها الفرد بهدف تحقيق مصالحه الخاصة ودون ارتباط مع الآخرين. هنا ماذا نقصد بالحقوق المدنية؟ مطلوب منا هنا أن نصل الحقوق المدنية هي حقوق يزاولها الفرد بهدف تحقيق مصالحه الخاصة ودون ارتباطه أو دون ارتباط مع الآخرين. الحريات العامة ينبغي أن توصل بالحقوق التي يتمتع بها الفرد ويمارسها طواعية وتوصف بأنها عامة لأنها من حق الجميع دون استثناء. المسؤولية، وهي التكليف الأخلاقي والقانوني للقيام بالواجب. وأخيرا الحقوق السياسية، وهي الحقوق التي خولها القانون لكل فرد في ارتباطه مع الآخرين، وبالتالي فهي تتعدى حقوق الفرد لتتصل بحقوق الجماعة. ننتقل الآن إلى وضعية ثانية. هذه الوضعية سوف نركز فيها على التمييز بين أصناف الحقوق المدنية والحقوق السياسية. لدينا هنا مجموعة من المعطيات. من ضمن هذه المعطيات نجد حرية الانتماء إلى الأحزاب، حرية ممارسة الشعائر الدينية، حرية الاجتماع، حرية العمل، حرية تكوين جمعية، حرية التجول، حرية التملك، وحرية الرأي والتعبير. المطلوب منا هنا أن نصنف هذه المعطيات وفق ما هي حقوق مدنية وحقوق سياسية. فلنبحث الآن على الحقوق المدنية والحقوق السياسية. في البداية هناك حرية الانتماء إلى الأحزاب. ندرج هذه الحرية ضمن الحقوق السياسية. إذن حرية الانتماء إلى الأحزاب هي حقوق سياسية أو ضمن الحقوق السياسية. حرية ممارسة الشعائر الدينية. فحرية ممارسة الشعائر الدينية ندرجها ضمن الحقوق المدنية. حرية الاجتماع. حرية الاجتماع تندرج ضمن الحقوق السياسية. حرية العمل أو اختيار العمل، ويمكن أن نضع هذه الحرية ضمن الحقوق المدنية. حرية تكوين جمعية. حرية تكوين جمعية تندرج ضمن الحقوق السياسية. حرية التجول ندرجها أو يمكن أن تندرج ضمن الحقوق المدنية. حرية التملك أيضا ضمن الحقوق المدنية، وفي الأخير حرية الرأي والتعبير ضمن الحقوق السياسية. وهكذا يمكن أن نقول على أن الحقوق المدنية تضم كل من حرية التملك، حرية العمل، حرية التجول، حرية ممارسة الشعائر الدينية إلى آخره، والحقوق السياسية ويندرج ضمنها حرية الانتماء إلى الأحزاب، حرية تكوين جمعية، حرية الاجتماع، وحرية الرأي والتعبير. أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، ننتقل الآن إلى الوضعية الثالثة ضمن أنشطة استثمار وتقوية التعلمات الخاصة بمكون التربية على المواطنة. هذه الوضعية تتناول حوار يجري بين 4 أشخاص: أحمد، عائشة، سعيد، وأنور. يقول أحمد: من حقي أن أعبر عن رأيي.
عائشة تقول: حرية الرأي حق يكفله الدستور. سعيد يقول: من حقي أن أعبر عن رأيي عبر مواقع التواصل الاجتماعي على ما أريد وأساهم في نشر الشائعات كما أريد. من حقي أن أعبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي على ما أريد وأساهم في نشر الشائعات كما أريد. بالمقابل أنور يقول: حرية الرأي والتعبير حق ومسؤولية. إذن هنا سوف نعتمد هذه الدعامة ثم نجيب على جملة من الأسئلة. السؤال الأول يتعلق بتحديد نوع الحريات الذي تعالجه الوثيقة المرافقة. إذا بالتالي يمكن أن نقول: اذكر نوع الحريات الذي تعالجه الوثيقة المرافقة. السؤال الثاني: كيف يمكن اعتبار حرية الرأي كحق؟ السؤال الثالث: كيف يمكن اعتبار حرية الرأي كمسؤولية؟ كما قلت في السابق، حرية الرأي حق ومسؤولية. وآخر سؤال: ما هو موقفكم كتلميذات وتلاميذ من الرأي الذي عبر عليه سعيد؟ للإجابة عن هذا السؤال سوف نعمل جميعا على التدرج. بالإجابة على السؤال الأول هو نوع الحريات الذي تعالجه الوثيقة. إذا هذه الوثيقة أو تعالج حرية الرأي والتعبير كحق ومسؤولية. ثاني سؤال مطروح: كيف يمكن اعتبار حرية الرأي كحق؟ فتعتبر حرية الرأي من الحريات التي يكفلها الدستور المغربي لعموم المواطنات والمواطنين، وهي تندرج ضمن الحريات العامة. سميت عامة لأنها من حق الجميع دون استثناء. السؤال الثالث: كيف يمكن اعتبار حرية الرأي كمسؤولية؟ قلت في السابق على أن حرية الرأي كحق، ولكن في نفس الوقت هي مسؤولية. فعلى الرغم من أن حرية الرأي والتعبير هي حقوق يكفلها الدستور المغربي، لكن ينبغي أن تمارس في إطار من المسؤولية وفق ما تمليه القوانين الوطنية. آخر سؤال في ضمن هذه الوضعية هو: ما هو موقفكم كمتعلمات ومتعلمين مما قاله سعيد؟ سعيد يقول على أنه من حقي أن أنشر عبر مواقع التواصل وللشائعات وأن أعبر على رأيي كيفما أريد. هل تتفقون مع سعيد في هذه المقولة؟ إذن هنا يمكن القول على أن سعيد تفكيره خاطئ، بحيث أنه على الرغم من أن حرية الرأي والتعبير هي حقوق يكفلها الدستور المغربي، لكن ينبغي كما قلت سابقا أن تمارس في إطار من المسؤولية، وبالتالي لا يجوز نشر الشائعات والمغالطات والأخبار الزائفة، لأن ذلك يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. أعزائي تلاميذ، عزيزاتي تلميذات، ننتقل الآن إلى وضعية رابعة. هذه الوضعية تتعلق بدرس الأحزاب السياسية ودورها في تأطير وتكوين المواطنين، حتى نتمكن من الإجابة على جملة من الأسئلة التي تتعلق بتعريف الأحزاب السياسية، شروط تأسيس هذه الأحزاب، ظروف نشأة الظاهرة الحزبية بالمغرب، وهي مجموعة من الأهداف التعلمية التي اكتسبناها خلال هذا الدرس. لكي نجيب على ذلك سوف نقرأ هذا النص. يقول النص التالي: وهكذا تلعب الأحزاب السياسية دورا بارزا في بناء الدولة والديمقراطية المرتكزة على أسس الحرية في مجالاتها الاقتصادية والفكرية والسياسية، وبما أنها تقوم بدور مهم في توعية الشعب
فإنها أصبحت خير مدرسة سياسية تقوم بنشر الوعي السياسي بين المواطنين وتخريج رجالات متمرسين سياسيا. فالأحزاب السياسية تقود وتحدد سياسة الدولة داخليا وخارجيا أثناء وصولها إلى الحكم، أو تقوم بمراقبة عمل الحكومة خلال وجودها في المعارضة. النص لإدريس العمراني مفهوم الأحزاب السياسية، منشورات دار الخطابي البيضاء 1991 صفحة 5 و6 و7. المطلوب منا هنا أن نجيب على جملة من الأسئلة بعد قراءة هذا النص. السؤال الأول يتعلق بتحديد طبيعة ومصدر الوثيقة. السؤال الثاني ويتعلق بوضع عنوان مناسب للنص. السؤال الثالث وينبغي أن نعرف ما تحته خط. يتعلق الأمر هنا بالأحزاب السياسية. أما السؤال الرابع فينتقل إلى مضمون النص باستخراج أدوار الأحزاب السياسية بالنسبة لكل من المواطنات والمواطنين والدولة. السؤال الخامس ويتعلق بإبراز نشأة الظاهرة الحزبية داخل المغرب، وذلك اعتمادا على تعلماتنا القبلية. أيضا ينبغي أن نركز على سؤال آخر وهو شروط تكوين الأحزاب السياسية والانتماء إليها داخل المغرب. في الأخير ينبغي أن نجيب عن السؤال المتعلق بالميزة الحزبية التي تميز المغرب. كأول سؤال، تحديد طبيعة الوثيقة ومصدر هذه الوثيقة. هي عبارة عن نص حقوقي، مصدرها إدريس العمراني، أو مصدره إدريس العمراني، مفهوم الأحزاب السياسية، منشورات دار الخطابي البيضاء 1991 صفحة 5 و6 و7. ننتقل إلى السؤال الثاني وهو وضع عنوان مناسب للوثيقة، وذلك بعد قراءتنا لهذا النص بشكل جلي وإعادة القراءة. إذا النص يتناول أدوار الأحزاب السياسية بالنسبة لكل من المواطن والدولة. ماذا نقصد بالأحزاب السياسية؟ وهذا ثالث سؤال يتعلق الأمر بتعريف ما تحته خط. الأحزاب السياسية هي جماعة منظمة من المواطنات والمواطنين، جماعة منظمة من المواطنات والمواطنين متفقة على تنفيذ مبادئ سياسية معينة إذا تولت السلطة، وذلك في حالة نجاح ممثليها في المجالس النيابية. إذا أكرر، الأحزاب السياسية هي جماعة منظمة من المواطنات والمواطنين متفقة على تنفيذ مبادئ سياسية معينة إذا تولت السلطة، وذلك في حالة نجاح ممثليها في المجالس النيابية. السؤال الموالي وهو اعتماد الدرس كدعامة مرجعية لاستخراج أدوار الأحزاب السياسية بالنسبة لكل من المواطن والدولة. تعرفنا خلال هذا الدرس على الأدوار الكبرى للأحزاب السياسية، وقلنا على أن الأحزاب السياسية تلعب أدوار متعددة. سوف نستخرج جملة من هذه الأدوار بالاعتماد على النص. تلعب الأحزاب السياسية دورا بارزا في بناء الدولة والديمقراطية. أيضا تقوم بدور مهم في توعية الشعب وبنشر الوعي السياسي بين المواطنين وتخريج رجالات متمرسين سياسيا. أيضا تقود وتحدد سياسة الدولة داخليا وخارجيا أثناء وصولها إلى الحكم، أو تقوم بمراقبة عمل الحكومة خلال وجودها في المعارضة. إذن أعيد، تلعب الأحزاب السياسية دورا بارزا في بناء الدولة والديمقراطية، تقوم
بدور مهم في توعية الشعب وبنشر الوعي السياسي بين المواطنات والمواطنين وتخريج رجالات متمرسين سياسيا. أيضا تقود وتحدد سياسة الدولة داخليا وخارجيا أثناء وصولها إلى الحكم، أو تقوم بمراقبة أعمال الحكومة خلال فترة وجودها في المعارضة. الآن ينبغي أن نجيب على السؤال التالي، وهو ظاهرة أو نشأة الظاهرة الحزبية بالمغرب. دخلت الظاهرة الحزبية إلى المغرب مع الاستعمار. إذن دخلت الظاهرة الحزبية إلى المغرب مع الاستعمار الفرنسي، حيث كون الأوروبيون الذين استوطنوا المغرب فروعا تابعة لتنظيماتهم الجمعوية والسياسية والحزبية، فاقتبس رواد الحركة الوطنية هذه الفكرة وكونوا أحزابا لعبت دور مزدوج خلال فترة الاستعمار. الآن ننتقل إلى سؤال محوري آخر، وهو سؤال يعتمد بالأساس على التعلمات السابقة ضمن درس الأحزاب السياسية ودورها في تأطير المواطنين. يتعلق الأمر هنا بشروط تأسيس الحزب السياسي والانتماء إليها. ده المشرع المغربي وضع جملة من الشروط من أجل الانتماء إلى الأحزاب السياسية أو تكوين هذه الأحزاب. من ضمن هذه الشروط أن تتألف من مواطنين مغاربة، أن تتألف من مواطنين مغاربة وتكون مفتوحة في وجه الجميع دون ميز من حيث العنصر أو الدين أو الإقليم. إذن هي ينبغي أن تتألف من مواطنين مغاربة. أيضا أن تؤسس وتسير بأموال وطنية دون سواها، فلا يمكن لنا أن نؤسس أحزاب سياسية بالاعتماد على الدعم الأجنبي أو الدعم المالي الأجنبي. أن تكون لها قوانين أساسية تخول جميع أعضائها قابلية المشاركة الفعلية في إدارتها. أيضا أن لا تفتح في وجه العسكريين العاملين ولا رجال القضاء والأمن والدرك. أيضا ألا تفتح في وجه الأشخاص المحرومين من الأهلية الوطنية، وذلك تبعا للظهير الشريف الصادر بتاريخ 10 أبريل 1973. إذن أعيد على أن من ضمن هذه الشروط أن تتألف من مواطنين المغاربة، أن تؤسس وتسير بأموال وطنية، أن تكون لها قوانين تخول استفادة الجميع في تدبير هذا الحزب، ولا تفتح في وجه العسكريين أي حملة السلاح ولا رجال القضاء والسلطة، وأن لا تفتح في وجه الأشخاص المحرومين من الأهلية الوطنية أو الأشخاص المتابعين قضائيا، وذلك تبعا للظهير الشريف الصادر بتاريخ 10 أبريل 1973. الآن ينبغي أن نجيب على العنصر المتعلق بالتعددية الحزبية. هل المغرب يعتمد التعددية الحزبية؟ نعم، فالمغرب يعتمد التعددية الحزبية، وذلك يتضح بشكل واضح من خلال تعدد الأحزاب داخل المغرب بمختلف توجهاتها، وهذا دليل على أن المغرب يعتمد في نظام حكمه السياسي على الطابع الديمقراطي الذي يقوم على التعددية الحزبية وعلى فصل السلطات. أعزائي التلاميذ والتلميذات، في الأخير بعد إجابتنا كتلميذات وتلاميذ على الأسئلة السابقة، ينبغي أن أطرح مجموعة من الأسئلة التي يمكن من خلالها أن أبرز ما مدى تمكني من جملة الأهداف وجملة القدرات وجملة الكفايات السابقة. هل تمكنت أنا كمتعلم ومتعلمة من اكتساب قدر كبير من الكفايات والقدرات التي ستمكنني من مواكبة وموائمة السنوات المقبلة بشكل متطور؟ ما هي مكامن القوة التي ينبغي أن أشجعها في ذاتي كتلميذ وتلميذة؟
أيضا ما هي مكامن الخلل التي اتضحت من خلال جملة هذه الوضعيات المطروحة ومن خلال جملة الوضعيات الأخرى التي المطروحة عبر القنوات التلفزية وعبر منصات ومواقع التواصل التربوية التي أعدتها وزارة التربية الوطنية؟ هل تمكنت أنا كتلميذ وتلميذة من الاستفادة من جملة هذه الدروس المقدمة؟ وهل ستنعكس هذه الدروس إيجابياً على حياة العامة كمواطن ومواطنة نشيطة؟ في انتظار تقييمكم الذاتي لجملة هذه الوضعيات ولمجموعة التساؤلات الأخيرة، لا يسعني أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات إلا أن أشكركم جزيل الشكر على تتبعكم، فعلى أمل اللقاء بكم مرة أخرى أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.